استعجلي بنتي، يلا حبيبتي استعجلي. رح نوصل، تعالي. تحملي يا بنتي، ليكي قربنا نوصل، رح نروح من هالطريق. اطلعي مبين هنيك في ناس. أخي، يا أخي، أخي، أنت قلت لي إذا كنت نايم فيقك قبل ما نوصل على اسطنبول. قربنا نوصل؟ ليك أخي، أنت شو رايح تعمل باسطنبول؟ من شان بنتي. آه، مرضانة؟ بعيد الشر، من شان المدرسة. أما بالنسبة إلي، عم فكر بمشروع تجاري. بدك تعمل مشروع؟ هيك عم فكر، بعت الأرض وكل شي كان عندي بالضيعة مشان هالشغل. مو سهل الواحد يبلش بهيك مشروع. بتمنى تكون عملت كل حساباتك قبل ما تاخد قرارك. اسطنبول بتخوف. ايه معك حق، بس بعد ما توفت أمها صارت عندي بالدنيا كلها، حتى نحنا معنا قرايبين بالضيعة، ما عندي غير هالبنوتة. فهمت عليك، وهي قصتي. فجأة لقيت حالي قررت سافر. مش الحال، وصار اللي صار. مثلاً ليش ما بتفكر تحط مصاريك بالبنك؟ لو سمحت التذكرة. شو رأيك بهالفكرة؟ مبين شكلك كأنك مقرر تروح على الحج. دير بالك تكون عم تفكر بهالقصة. يا سلام، شو بعمل؟ هاد يلي صار. كل شي حكيته مشانك ومشان مصلحتك. صدقني، من حظك إنك شفتني. رح ساعدك وما رح أتركك لحالك، وما بدي اعتذار. أنت اليوم رح تكون ضيفي. شكراً. شو معنات هالحكي؟ ما بحب كون تقيل على حدا. لا يا رجل، شكراً، بس إذا مصر وحابب إنك تقدم لي مساعدة بتمنى تلاقي لي فندق مريح. تكرم، إذا بترتاح هيك رح لاقي لك. أعطيني. تفضل. شكرا. تفضل. هات عنك، رح أخذك هلأ على فندق ظريف ومريح. يسلم. شكرا. تفضل. تعي. تفضلوا. شكرا. تكرم، يلا طلعي حبيبتي. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلينا نمشي بعد إذنك. هي تكرم عيونك. ترجمة
متمني تكون ضيفي. شكرا، ما بدي احرجك وعزبك معي. شو هالحكي يا رجل؟ على فكرة امي كتير بتحب الضيوف، وانا مثلها كمان. كلك ذوق، شكرا لك يا اخي. لوين أخذنا؟ هي قربنا نوصل. أعطيني. تعالي حبيبتي. شكرا. معوضين. حبيبتي رح نوصل، تعالي. تحملي يا بنتي. ليكي قربنا نوصل، رح اروح من هالطريق. اطلعي مبين هنيك في ناس. بنتي اطلعي على ظهري. حضرت الممرضة لدخوت مليانة، هذا المريض وين بدنا نحطه؟ في مريض قال لي إنه ملا حاله بالغرفة، رح أسأله وشوف شو بيقول لي، وإذا وافق منحطه معه. عائشة، عائشة. أنا هون بابا، أنا جنبك. عائشة. بابا حبيبي أنا جنبك. عم بيهلوس، لا تعذبي حالك يا روحي، ما بيسمعك. حاضر. انت رح تتحسن يا بابا. يا بنتي قومي حبيبتي، روحي نامي هنيك على تختي. ما فيني. معك حق تخافي، وخاصة بعد ما صار أبوك بهي الحالة. أما أنا مرتاحة هون.
يعطيكم العافية. صار لي فترة ما عم شوف سلمان. هو مرضان؟ له أسبوع بالمشفى. ما على قلبه شر، الله يعافيه ويشفيه. بأي مشفى؟ بالمشفى الحكومي. أيوة، لازم نروح نشوفه. سلمان من خيرة الناس. بس ابنه علي ما بيسوى بنوب. سلمان ما في منه الله يعطيه الصحة. بدي تعطيني كيليين سكر. تكرم، حط له كيليين سكر. والله زعلت كثير على معلم سلمان، هو بيتعب وابنه مرتاح، صار عنده اولاد ولسه بيعتمد على ابوه. الحق معك، لسه بدك شيء غيره؟ واعطيني ربطة خبز. تكرم، ربطة خبز من عندك. على عيني. اجي واشتغل معك. قصدك علي؟ ما بدي يشتغل معي. ليش؟ لما اخذوا سلمان على المشفى اجى هو واولاده ليشتغل معي، اكل كل شيء هو وياهم، ما خلوا شيء ما اكلوه. هيك صار؟ ومن هداك اليوم لحد هالوقت سلمان منع حدا منهم يجي لهون. آخر زمن، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. قلت لي مانعن إنهم يجوا؟ اطلع، صاروا عندك. مين؟ يلا امشي على مهلك. يا الله، أنا هلأ شو بدي ساوي؟ اختي، خلينا ناخد كل هاد وهاد طيب كمان. رح آخذ من كل شيء. عبي جيوبك كلها. لا تاكلي. أخي علي، يلا استعجل شوي. تعرف شو الوضع؟ تمام، فهمت قصدك. بابا نهى هالقصة، نحن مو جايين نتسلى عندك، رايحين نزور بابا. قلت بشوفك على طريقي وبسألك إذا حابب تقول له أو تبعت له شيء. تمام، فهمت عليك. وصل له سلامي، الله يشفي لنا يا. زعلت عليك كتير. وقف أخي علي، شو عم تساوي؟ هاي المصاري من حقي أنا، ليش لا تمنعني؟ بعدين شو دخلك؟ يلا يا أولاد خلونا نروح، امشوا. يلا يا ابني. لسه ما خلصت. يا حسرتي عليك. عن إذنك. يا الله صبرني. عائشة، عائشة، عائشة. بابا، عائشة. حبيبي بابا. عائشة. بابا، في حبيبي. عائشة، حبيبة قلبي عائشة. شو صار؟ قليلي. بدي أسألك، فيني أحضن بابا؟ إيه حبيبتي، بس عم أهلك. حبيبتي. حاجة حبيبتي، خلي أبوك يرتاح، ما لازم نتعبه أكتر من هيك. يا عم، إذا محتاج شي خبرنا، بس كأنه اليوم وضعك أحسن من قبل. الحمد لله وضعي أحسن. معافى إن شاء الله. كيف صحتك اليوم؟ إن شاء الله أحسن. الحمد لله، الله يخلي لك صحتك. خبرتني بنتك شو صاير معك، الله يبعث لك الصبر. شكرا. أكيد ما بتعرف شو اسمي. أنا اسمي سلمان، قالت لي البنوتي اسمك حقي. معافى، ما على قلبك شر. شرفنا سيد حقي، إن شاء الله أنا طالع اليوم أو بكرة. لا تخلينا نطول، منقعد شوي ومنروح. ماشي. وين هو؟ بأي غرفة؟ هونيك بآخر الممر. ليك بنتي، لا تكوني شقية وتعذبيني عن جدك. هاي لما شيء فهمت علي. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. ليش معذبي حالك؟ الله يرضى عليك يا بطل. معافى عمي، ما على قلبك شر. الله يرضى عليك. معافى بابا. ليك ابني، ليش ما قلت لرفيق الحمد لله على السلامة؟ الحمد لله على السلامة. معافى يا أخي. هاد ابني الوحيد علي، وهديك كنتي، وهدول أحفادي. إيه، الله يخلي لك ياهم. تسلم يا أخي. جدي؟ إيه حبيبي. إيه، متى رح تطلع من هون؟ بهاليومين إن شاء الله.
شفت بومي بمنامي يا أخ سلمان. إن شاء الله خير يا أخي. إن شاء الله، بس بيقولوا البومي بالمنام فال مانو منيح. لك يا أخي تفائل بالخير، شو هالحكي هاد؟ تف من تمك. بترجاك لا تسايرني بهالكلام، خلينا واضحين ونحكي الواقع. حاسس حالي قربت موت. سمعت الدكاترة عم يحكوا عن حالتي، أنا بحاجة لمعجزة. قالوا الدكاترة إنه عملوا يلي عليهم. وبلكي صار معك معجزة. المعجزة بتصير مع الأنبياء مو معنا. ليش مين نحنا؟ بس ما في داعي تسايرني، مو خايف من الموت. أنا خايف على مستقبل بنتي، جبتها بأمل كبير على اسطنبول، بس هلأ بس يا أخي ما بصير تكون ضعيف وتستسلم بسرعة. يلي أكل همه إنه ما عندي قرايبين، إذا متت شو بده يصير ببنتي؟ أنا مثل أخوك يا حقي. ما بدي تفهمني غلط، بس بعد آخر قصة صارت معي ما بقى قدرت أوثق بحدا. الله يشفيك ويطول عمرك، أما إذا متت رح أهتم فيها وربيها مثل كأنها بنتي، والله شاهد على كل كلمة قلتها، ما رح حيجي لشي. يا ريت فيني صدق هالحكي، يا ريت فيني أتأكد. صدقني يا أخي وساق فيني. رفيق المشفى مثل رفيق العسكري بالضبط، صدقني. صدقتك يا أخي، ريحتني. مين المريض؟ مات بسبب النزيف. يا الله زعلت عليه. شو رح يصير ببنته هلأ؟ لكن هيك صار، لو ما كنت هلأ مشغول بهالطفلة هاي كنت فرجيتن قيمتن. رتبيهن منيح يا بنتي. شو ما عم تسمعوا حدا يفتح الباب؟ بيب بعده عن طريق بعده. بابا طلعت من المشفى؟ طيب ليش ما خبرتني؟ تفضل بابا لا تضل واقف. لو منعرف كنا أجينا وأخذناك. تفضل. تعالي حبيبتي. أهلين وسهلين فيك عمي. إيدك لبوسة يا ابني. يلا روح بوسي جدك. إيدك جدي. وانتي بنتي يلا. إيدك لبوسة. شو ما رح ترحبوا ببنتكن الحلوة؟ ها؟ أهلا وسهلا. تفضل بابا خلينا نتعشى مع بعض. يلا يا أولاد تعالوا اقعدوا على الطاولة. يلا تعي حبيبتي قعدي هون على مهلك. هاتي من إيدك وروحي قعدي. Thank you.
كلها حبيبتي. يلا ايه بابا، قلت بنتنا، شو قصدك بهالحكي؟ من يوم ورايح عائشة رح تعيش معنا، فهمت هلا؟ ليش؟ شو السبب يعني؟ مو حابب احكي بهالموضوع هلا. لا تنسي تحسب حساب عائشة على الطاولة، وبتحطوا له تخت بغرفة الأولاد جنب تخوتهم، هذا كل شيء. تفضل عمي. يسلموا. بابا. بابا، هالموضوع كيف بده يمشي؟ أي موضوع؟ موضوع على هالبنت، شو بدنا نساوي؟ أنا حكيت رح تعيش معنا. وين أبو البنت؟ مات، وأمه كمان ميتة. بس يا بابا، في كتير دور أيتام، منبعتها واحد. لا، هي رح تضل عنا وبدكن تهتموا فيها. شو قصدك نهتم فيها بابا؟ يعني بأكلها وبشربها وبلبسها، مثل ما بتهتمي بولادك تماما، فهمتوا علي؟ ما عندك أبو أم؟ ما عندي. طيب وين راحوا أهلك؟ لك جاوبينا، وين أهلك؟ الله يرحمهم. ليش جيتي لعنا؟ إذا بدك لا تحكي، غبية. ديري بالك تقربي على أغراضي، عم تفهمي؟ ليش عم تبكي؟ لساتك صغيرة؟ بابا، ما فينا نربي هاي البنت. ما بدك تربي حالك بالأول؟ بس يا بابا. بلا حكي فاضي، سكوت. انت قاعد ببيتي، اللي بيقوله بيصير، وإذا مو عاجبك انقلع. عمي علي قصده إن الوضع صعب، ويا دوبنا عم نقدر نربي أولادنا. قال الوضع صعب، اسكتي. لا تكوني بنت باشا حضرتك، ما بدي بقى اعتراض، سكروا على الموضوع. عائشة بنتي، عائشة حبيبتي، شو صاير معك؟ بنوتي عم تبكي يا روحي، شو صاير معك؟ احكي، ليش عم تبكي؟ يلا روحي جيبي جاكيتك. يلا امسكي ايدي وخلينا نروح. يلا امسكي ايدي وخديني انت مشوار، امشي. لا تزعلي، ما بقى بدي اشوفك عم تبكي. ايه اتفقنا جدي، اذا بكيتي الملائكه رح تبكي، لهيك لا تبكيون معك. ليش الملائكة رح يبكوا معي؟ لما يزعلوا الأولاد الحلوين فوراً الملائكة بتزعل مثلهم وبتبكي. أنا كمان لما كنت صغير توفى أبي، اشتقت لأمك وأبوك، مو هيك؟ قديش؟ اشتقت لهم هل قد جده. يعطيك العافية. تفضل معلم، أهلا وسهلا فيك.
رح جيب لها لبنوتي شوكولاتة كتير طيبة وكيك بحليب. أه. تفضلي يا بنتي الحلوة. هالبنت خجولة حتى مني بتخجل. ليك أنا رح خليها عندك شوي، بدي إياك تهتم فيها منيح. لا تقلق عليها، رح حطها بعيوني. ما بصير تضلي هيك، يلا لشوف، بدك تساعدي عمو. حاضر جدة سلمان. تعالي حبيبتي، انتبهي. أول شي بدنا نمسح كل الغبرة عنهم بهي الشقفة. برافو حبيبتي الشطورة. شغلك حلو. وهي كمان، وهي رح نحطها هون. وحتى هون فينا نحطها إذا بدنا، بس مكانها هون أحسن. ومسحي هاي كمان. تمام حبيبتي، برافو. يلا حبيبتي مسكي، هدول إلك والباقي أعطيهم لأخواتي. بس أنا أكلت هون، لهيك بدي أعطي حصتي لأخواتي ياكلوها. هالشي ما بصير يا بنت الكريمة، عمل مثل ما عم قلك، معقول هن ياكلوا وأنت تتفرجي؟ قالي لشوف إجا علي وزعجك مرة تانية؟ لا ما عاد إجا بالمرة. إذا إجا خبرني فورا. حاضر معلم. يعطيك العافية. تسلم معلم، موفق. يلا يا روحي العبي هون مع أخواتك. حفيدتي الحلوة كيف اليوم؟ منيحة جدي. التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك. هالمرة مسكتك، رح قلتلك هالمرة ما رح تفلتي مني. هوب مسكتك، هوب مسكتك. يلا يا أولاد خدوا هاي وطلعوا لعبوا برا بالحديقة، تركوني أنا نظف هون. يلا يلا حبيبي، يلا على الحديقة يا حلوين. آمين. انسحي منيح من اليوم ورايح، رح تعتدي على حالك وتخدمي حالك. فهمتي؟ طب يكفيني عمي عم بخدمه، فكر حالك. شو اللي عم تعملي؟ عمي أنا كان بدي تعتمد على حالها، قصدي تتعلم كم شغلة. يا حيف عليكي، قلبك قاسي وما بتعرفي شو معنى الرحمة. هالبنت يتيمة شو بدك منها؟ شو هذا اللي عم تعملي؟ بس أنا قصدي يعني هاي البنت ما بصير تشغلوها، فهمتي؟ يلا بنتي قومي، عم تفهمي؟ يلا حبيبتي روحي العبي بالحديقة. روحي. سمعت كل اللي قلتي لي اياه، ليكون ولادك انت ولاد سلطان، اذا هيك كمان عائشة بنت سلطان، سمعتي؟ سلمان 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 رفيقي، شو شارد هيك؟ عفوا عم تناديلي؟ ما تواخذني، ما انتبهت. مبين غرقان بهمومك، شو في؟ ولا شي، لا تشغل بالك. خمير ما عملت سلمان انك اخذت البنت اليتيمة وربيتها، بس كأنه هالبنت ما حبها علي كتير. لو علي لحاله ما بيحبها نص مصيبة، المصيبة كلهم عم يزعجوها. جاي على بالي قلعهم كلهم من البيت وخليهم يندموا. بدك تطول بالك، هدول بيضلوا عيلتك، ما فيك تعاملهم بهالطريقة القاسية. بيضلوا عم يعملوا فصول ناقصة، وقلبي من جوا عم يحترق من عمايلهم. فيني عاملهم بنفس الطريقة، بس بقول ما بدي صير مثلهم. لا تحكي هيك، انت حدا منيح وما بتشبههم بالمرة، لازم تحكم عقلك بهالقصة، وإن شاء الله بيصير خير. معقول أنا أظلمون؟ مستحيل يا خليل، صدقني أنا ماني ظالم. مو هيك، بس أكيد أنت بتعرف تتصرف. وبدك تنتبه، أوقات الظالم بيتحول لمظلوم والمظلوم بيتحول لظالم، هيك فجأة.
لازم تهدي شوي. رح تخسر. لا ما رح أخسر. رح تخسر ورح يجي دوري. هي صعبة شوي. بعرف انك رح تخسر وانا رح فوز عليك. يلا استعجل بقى خلصنا. يلا صار دوري. لسه ما خسرت. هوب هوب. عشو عم تضحكي؟ شو عم يصير معك؟ شو في بضحك؟ مين اللي كسره؟ قولوا لي مين؟ أمي. مين الحيوان اللي كسره؟ أمي. اعترفوا، مين الغبي اللي عمل هيك؟ جاوبوني بسرعة، مين يلي كسره؟ ها؟ هاي حركاتك أنت، أنا بورجيك شو رح أعمل فيك. مو أنا عملت هيك، والله مو أنا بابا. لك مين عمل هيك؟ ها؟ قلي مين؟ هي عائشة. ما دخلني. راسي. حرام عليك، ما بيصير. ما حدا منكم بيفوتها، فهمانين؟ لقمة خبز ما بدي حدا يطعميها. شكراً لك جار. عائشة مريضة، أوقات بيغمى عليها. يا حبيبتي، بنتي واقعة على أنفها، أنا بعقم لها الجرح، تعالي لعندي. كلك ذوق يا جار، عم نعزبك معنا. شكراً. يلا يا حبيبتي. آية. إيه نعم. آية تعالي بسرعة، عائشة غميانة برا. يا عديم الأخلاق، أنا بفرجيك شو رح أعمل فيك. جدو سلمان. بنتي ليش فايقة بهالوقت؟ لأنه سمعت صوتك. لوين رايح؟ عالجامع، وبعدين بدي اروح عالمحل، بس مشان جبلة لبنوتي شوكولاتة. لولا هيك ما كنت رح اروح. شبك حبيبتي، احكيلي شو صاير؟ ما رح تتركني لحالي، ما هيك جدي؟ لا عاد تفكري بهالطريقة. شو هالحكي يا روحي؟ جاوبني، ما رح تتركني ما هيك؟ معقول اتركك يا بنتي؟ مستحيل اتركك. انت زهرة العمر بالنسبة لإلي، وهدية الله بعت لي اياها من السما. وردتي انت اللي حلت كل ايامي. معقول حدا بيترك وردته؟ معقول ساوي هيك؟ لا تخافي، جدك مستحيل يتركك شو ما صار، حتى اذا بيندفن. بنوتي روحي نامي، تصبحي على خير. أنا بنقهر على عائشة، قلبي بيحترق عليها. في شي تحت لسانك احكي، يلا لا تخبي علي. امبارح علي ضرب عائشة، نزل لها الدم من أنفها. شو عم تحكي أنت؟ دوخها من القتل، ضربها برجله وزتها على الأرض. انقهرت عليها كثير، والله قلبي تقطع عليها. صدقني كان عم ينزل الدم من أنفها وتمها كمان. منيح ما شفت هالمنظر، كنت رح تزعل عليها كثير. أكلت همها. أنا بورجي، أنا بورجي. انتبه. لا. سلمان، الله يجيرك. سلمان، سلمان، لا حول ولا قوه الا بالله. شو صار له؟ سلم كبير، شو صار فيه؟ رد علي، رفيقي شو صار فيك؟ يلا شباب روحوا، روح الكود، يلا روح خبر اهل بيته فورا. لا تستعجل. شو بدك بهالغبية؟ اتركها. قوم افتح الباب. افتح. مين عم يدق علينا؟ افتح الباب بسرعة.
شو صاير؟ ليش عم تدق الباب بهالطريقة؟ عمي سلمان، العم سلمان ضربته سيارة عمي. عن جد؟ لك ايه؟ يلا بسرعة. امتى؟ وين؟ نحكي بعدين. يلا يلا كود بسرعة. يلا يلا شباب شيل معي، شيل معي. يلا 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 على السيارة يا شباب. ايه 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 يا رب. يلا على مهلكم. بعد هيك يعني كيف صار الحادث؟ ما عم بفهم. حطه شوي شوي. يلا بسرعة اطلع. اطلع انت. الله يتلطف فينا. الله يعافيك يا عم سلمان. الله يعافيك. اطلع على المشفى بسرعة. ما بتستاهل. ما بتروح غير على المنيح يا اختي. والله ما بيستاهل. شو صار؟ عمي منيح؟ منيح، لسه ما مات. ما بعرف إذا رح ينفد منا. شلون صار هيك؟ ما بعرف بالضبط كيف صار، بس هو وراجع على البيت بعد الصلاة ضربته السيارة، مدري هو زد حاله عليها. تركته وأجيت. العم خليل قرر يضل عنده وأنا أجيت ارتاح شوي. كل فترة منروح منطمن عليه. أنت عشان تطلعي؟ لكن الأولى لساتك قاعدة؟ علي شو رح نعمل بهالمصيبة؟ ما عاد فيني اتحملها. طول ما بابا عايش ما فيني أعمل معه شي. بدنا نتحملها هيك هيك ممطول لحتى يموت. اصبري شوي. خلصت الشغل؟ بلاقيكي قاعدة يا آنسة. لا تكوني مفكرة حالك خلصت الشغل لحتى عم ترتاحي. قومي خلصيني. يلا مسحي منيح، شدي ايدك، مسحي من تحت منيح كمان. يلا ولي أسرع، ومن تحت كمان. كفي شغل، ممنوع تقعدي. مين اللي عمل هيك؟ مين قطع الحبل؟ يلا خديهم بسرعة. يلا لميهم بسرعة ولا غبية. غبية تستاهلي تتعذبي. يلا لميهم كلهم بسرعة بسرعة. غبية.
ليش جايبتيني لهون؟ تعالي لتعي وين رايحة؟ خاف مشان الله يلا فوتي خلصيني نقبري هون هاي صارت غرفتك بتضلي هون فهمتي؟ لك حتى هالمكان كتير عليكي نامي اندفسي أنا خايفة خرسي كتير عتمة بهالغرفة أنا خايفة خلص خرسي وينك بابا؟ وينك ماما؟ أنا خايفة عتمة كتير هون طالعوني يلا العاب بديت يلا يا أخي العاب هلأ يا زلم العاب علمت لك بالشب هيك اللعب أخي أنا ما بابا يلعب معاه ما عم بيركب وقف شوي حتى لو خلصوا مصاريك تعال عود أنا بدينك ما بدي العب ما عم تفهم شو هذا ما بدا بعمرك ما دينتني قبل هالحكي بالماضي لما كان ابوك لساته بصحته وفوق راسه شو قصده يلا العب لان سمعنا بالخبر الخبر السيء بينتشر بسرعه ابوك باخر ايامه هلا ايه شو بك بس يموت ابوك لمين راح يضل الدكان والبيت يا ابني فهمت عليك هلا صار في عندك بيت ودكان بتراهن عليهم ولا ما بتراهن انت بتقرر شو رايك بهالحكي إذا خسرت تأخذ حسابك بس يموت أبي إيه وبلكي ما خسرت هذا اللي بدي إياه اتفقنا؟ العمى ما أقواك يمكن صحته منيحة عكلاً أنا ما بخاف منك بالمرة يلا قلي شو ورقتك بنت البستون إيه؟ ليكك خسرت معلم والله فنان ايه كتير اللعبة بالدماغ هاي تاني مرة فوز حبيتها لهاللعبة ايه نخسره ايه يا سلام شو هالريحة أنت أشطر طباخة بالعالم طبعاً بس تشم ريحة البرك بيكون إحساسك عالي طبعاً بدي شم بإحساس لأنه حبيبتي عاملتهم بإيديها الحلوين عن جد عم تحكي حاجة بس استغفر الله يلا حط الأكل خلينا ناكل قبل ما يبرد بنوتي قربي حبيبتي ابني يلا لا تخلوا الأكل يبرد هات صحنك لحط لك يلا كلي حبيبتي يلا تصبحي على خير تصبحي على خير رح حط الحطب وشغلها للصبح خلينا ندفع بس هيك بشوبوا الأولاد يا علي الجو بارد ما بيشوبوا أهم شغلتين بالحياة المصاري والدفع هدول الشغلتين ما بيضروا الناس أبداً يا سلام على الدفا
شو هالدخنة؟ إيلين قومي يلا يا كمال، فيق بقى قومي إيلين. فيقي ليش ما عم تردي؟ شو صار لك؟ الدخنة قوية. عمو قوم يا عمو. إيلين فيقي قومي بترجاكي. إيلين فيقي كمال قوم. فيقوا قوموا يلا ليش ما عم تردوا؟ خالتي شو صار لك؟ قومي فيقي يا خالتي. إيلين قومي يلا فيقي. لا لك شو صاير هون؟ على الأغلب يا الله كيف صار هيك؟ تناؤوا كلهم شو عم تحكي؟ الله لا يدخل ليا. معقول يكونوا في تناؤوا وماتوا؟ كيف نبذت هالبنت المسكينة؟ شكلك ما بتعرف. لك كان في بنت كانوا نايمينها بغرفتين، كان أكيد ما يخلوها تنام معه. يا عم هيك طلع معه؟ إيه والله يا حرام، حدا بيعمل هيك بطفلة؟ والله ما بعرف بس هيك صار. راحت العيلة كلها، الله يرحمه. يا حرام بتحرق القلب. هذا نصيبهم الله يرحمه. بس هن كانوا مضطرين معه، ما بجوز على الميت غير الرحمة. الله يجير دنيا آخر زمان. الله ما على قلبهم حتى اللي بيعيش فيه بشوف كثير. الله يرحمه. إيه والله ما بتجوز عليهم غير شو بك سلمان؟ امشي على مهلك، ما بيصير تجهد حالك بهالطريقة. عائشة حبيبتي. جدي روحي انتي. جدي حبيبي. يا حبيبة قلبي. الله لا يدوق هالعذاب اللي دقته لحدا يا خليل. يا الله ما حدا بيعرف شو مخبيله القدر، لا مين بيموت ولا مين بيعيش. أحلى شيء ممكن يحصل عليه الواحد إنه يلاقي شخص يتقاسم معه كل مشاعره وكل حياته، هذا اللي بيحسسك بمعنى الحياة. جبت لك معي هديتين يا روحي، رح شوف أي واحدة رح تحبي. ما بدي، بدي تضل معي. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.